شهد مصيف رأس البر إقبالا شديدا من مواطني المحافظات المجاورة لدمياط للاستمتاع بمياه البحر والتغلب أيضا على حرارة الجو العالية. استعد مصيف رأس البر مبكرا قبل بداية موسم الصيف لاستقبال رواده الذين يعشقون زيارته على مدى سنوات. على وقع الموجة الحارة التي تجتاح البلاد، شهد مصيف رأس البر إقبالاً شديداً من مواطني المحافظات المجاورة لدمياط، بل ومن مواطني المحافظات البعيدة عنها لكسر سخونة الجو ولو قليلاً. إحنا مستعدين، يمكن من شهر ثلاثة بنسوي الرمال للبحر وعاملين 5 خيام للتأهين للأطفال التأهين و4 نقط إسعاف وفي 12 دورة مية. رأس البر بلد جميلة جدا لأي حد عايز يجي يزورها، هي مصيف من زمان، يعني كل الناس بتحب تيجي تزورها، وفي كذا مكان تقدر تيجي ان انت تيجي تشوف في احلى الاماكن. هنا منطقة اللسان، منطقة شاطئ الخليج. هنا مصيف رأس البر الذي استعد مبكرا منذ بداية موسم الصيف الحالي لاستقبال رواده، فهنا أنشئت عشرات الأبراج على الشاطئ، وفي محيطه انتشر نحو 130 منقذا للتدخل وقت اللزوم. مصيف رأس البر من المصايف المميزة، وبالليل أشارة النيل واللسان، والصبح تقعد على البحر، ومصايف مميزة جدا. رأس البر مدينة جميلة، وأنا متعود أنا وأسرتي إن إحنا كل سنة بنيجي نقضي فيها أسبوع 8 أيام 7 أيام على حسب ما بنقعد فيها. ويعد مصيف رأس البر بمحافظة دمياط واحداً من أقدم وأشهر المصايف التي عرفتها مصر، ويستقبل الآلاف من رواد المصيف خلال أشهر الصيف من كل عام. ويتميز المصيف بطبيعة جغرافية خاصة، حيث يمتد على ساحل البحر الأبيض المتوسط أقصى شمال مصر، وهو على شكل مثلث رأسه تقع في منطقة لسان الشهيرة، حيث التقاء البحر والنهر. عجبني رأس البر في حاجات كتيرة جدا، منها ان الاولاد بينبسطوا جدا من شارع النيل. بحب رأس البر لان رأس البر من الاماكن الجميلة انا بجيها وانا عندي 13 سنة او 12 سنة. ولخدمة المصطفين وزع في انحاء المدينة ما يقرب من 11 سوقا، اشهرها السوق العمومي بخلاف شارع النيل الشهير، وهو عبارة عن عدد كبير من المحال التجارية. كما يضم المصيف ما يقرب من 11 حديقة عامة مجانية، وهو ما جعله جاذبا للمصطفين والرواد من كل مكان.